طفل عنده 14 سنة اتحكم عليه بالإعدام وهو في الأساس مظلوم، وده كان أول طفل يتحكم عليه بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه بأبشع طريقة على وجه الأرض، وكل ده بسبب حاجة أساساً هو ما عملهاش. لكن الصدم هنا إن بعد 70 سنة من تنفيذ الحكم عليه ظهر دليل براءته. خليك معنا للنهاية عشان تعرف كل التفاصيل، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان تشجعنا على نشر المزيد، ويلا نبتدي القصة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بداية القصة في سنة 1944 تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. كان في طفل عمره 14 سنة وكان اسمه جورج ستيني، وجورج ده كان عايش مع أمه وأبوه وأخواته في بيت عادي، وكان البيت ده قريب من سكة القطر، وجورج وأهله كانوا من أصحاب البشرة السوداء. وفي يوم من الأيام خرج جورج هو وأخته الصغيرة عشان يرعوا المواشي بتاعتهم، ودي أساسا كانت العادة بتاعتهم كل يوم أول ما يصحوا من النوم. وفي الوقت اللي كانوا بيتمشوا فيه ورا المواشي بتاعتهم شافوا بالصدفة بنتين من أصحاب البشرة البيضاء، وكانت البنتين في الوقت ده بيتمشوا هما كمان، لكن هما ما كانوش من سكان المنطقة دي أساسا، وكانت أول مرة جورج وأخته يشوفوا البنتين دول. المهم إن هما كملوا طريقهم عادي وكأن مفيش أي حاجة، لكن الغريب إن في اليوم ده تحديدا البنتين دول مرجعوش البيت، وأهلهم طبعا في الوقت ده بلغوا الشرطة على طول، وده طبعا غير ان سكان المنطقة دي كلها كانت بتدور مع اهل البنتين دول عليهم، لحد اما في النهاية اتفاجئوا بان البنتين دول مقتولين ومرميين في بركة مية، وكان منظرهم صعب جدا في الوقت ده، وكان باين عليهم ان في حد اعتدى عليهم وبعد كده قتلهم، والطب الشرعي في الوقت ده اثبت ان هم مقتولين عن طريق الخبط بالشاكوش، يعني في الوقت ده اللي كان بيعتدى عليهم ساعة ما خلص قرر ان هو يموتهم عن طريق استخدام الشاكوش. والشرطة في الوقت ده فضلت تعمل تحرياتها عشان تمسك القاتل، لكن للأسف الشديد في النهاية اكتفوا بان اخر حد شافهم هو جورج ستيني، وفي الوقت ده تم اتهامه والقبض عليه بتهمة القتل. وبعد التحقيق مع جورج المدة ما تزيدش عن 40 دقيقة طلع الضابط اللي كان بيحقق معاه وقال للسلطات في الوقت ده ان جورج اعترف على نفسه ان هو اللي قتلهم. لا ومش بس كده، لا ده كمان قال لهم ان هو اعترف له ان هو قتلهم باستخدام قطعة حديدية من اللي بيستخدموها في سكة القطر. المهم ان هم بعد كده منعوا اهل جورج من ان هم يشوفوه اطلاقا، لا وكمان اجبروهم على ان هم يسيبوا بيتهم، وطبعا الموضوع في الوقت ده كان فيه عنصرية واضحة جدا، واجبروهم ان هم يشوفوا مكان تاني بعيد عن المدينة عشان يعيشوا فيه. وبعد شهر بدأت المحاكمة الخاصة بجورج ستيني، والمحكمة في الوقت ده كانت موكلة محامي يدافع عن الطفل جورج. لكن الغريب هنا بقى ان المحامي ده ما عملش اي حاجة تثبت ان جورج بريء، لا وكمان ما طلبش اي حد من الشهود قدام المحكمة، والناس كلها في الوقت ده كانت مستغربة هو ليه ما عملش اي حاجة تثبت براءة الطفل ده. وبعد كده للأسف الشديد تم الحكم على جورج بالإعدام، وده طبعا بطلب من هيئة المحلفين اللي كانوا موجودين في المحكمة واللي كانوا كلهم من أصحاب البشرة البيضاء. وأظن انت كده بدأت تفهم ليه الموضوع كان فيه عنصرية واضحة جدا، لكن الصادم هنا ان هو اتحكم عليه بأبشع طريقة إعدام على وجه الأرض، وهي الإعدام بالكرسي الكهربائي، وده بصرف النظر طبعا ان حكم الإعدام ما ينفعش يتطبق على طفل في سن زي ده، بس دي كانت تعتبر من أبشع طرق الإعدام اللي هيطبقوها عليه. وفي سنة 1944 تحديدا في شهر يونيو تم بدء تنفيذ الحكم في الطفل جورج ستيني، ودخلوه في الوقت ده أوضة الإعدام الخاصة بالسجن، وقعدوه كلبشوه في الوقت ده على كرسي الإعدام الكهربائي. وطبعا انت لو مش أخد بالك فده يعتبر أسرع حكم إعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هو تم اتهامه في سنة 1944 وتم الحكم عليه برضه في سنة 1944 وتم تنفيذ الحكم في نفس السنة، وتحس ان الموضوع ده كان فعلا وراه سر مش مفهوم. المهم ان جورج في الوقت ده فضل لحد اللحظة دي يقول ان هو بريء ومش هو اللي عمل كده، لكن طبعا في الوقت ده ما كانش فيه اي حد اساسا بيسمع له، وفي الوقت ده لبسوه القناع اللي بيتلبس على وشه، وده عشان ما يشوفوش ملامح وشه وهو بيموت. وللأسف الشديد تم تنفيذ الحكم ومات جورج
الفلسطيني وهو مظلوم وبريء، وبعد 70 سنة من تاريخ إعدامه في محامي قدم طلب للمحكمة بفتح القضية تاني، وكان معاه أدلة قوية جدا جدا بتثبت إن جورجستيني كان بريء وإن هو ما عملش الجريمة اللي هو لبسها ظلم. والمحامي ده كلم كل الصحف والإعلام عشان الناس كلها تعرف والمحكمة توافق على فتح ملف القضية، وفعلا بعد فترة مش كبيرة المحكمة وافقت على فتح القضية من جديد. والمحامي في الوقت ده وقف قدام المحكمة وقال لهم إن زميل جورجستيني اللي كان معاه في نفس الزنزانة بيقول إن جورج اعترف له بكل حاجة وقال له إن فعلا مش هو اللي قتلهم، وقال له كمان إن هو ما يعرفش مين اللي عمل كده أساسا، وإن هو كان ماشي بالصدفة هو واخته ورا المواشي بتاعتهم وشافوا البنتين دول، وحتى في الوقت ده ما فكروش إن هم يتكلموا معاهم. وده كان الكلام اللي جورجستيني قاله لزميله. والمحامي في الوقت ده قال للمحكمة إن الضابط اللي كان بيحقق مع جورج قال إن جورج قتلهم باستخدام قطعة حديدية من القطع الخاصة بسكة القطر، لكن الطب الشرعي أثبت إن هم مقتولين باستخدام شاكوش دائري. والمحامي في الوقت ده قال كمان إن الضابط كان بيعامل جورج بعنصرية وده بسبب لون بشرته، وقال لهم كمان إن من ضمن الأدلة دي إن محدش رضى ياخد باعتراف أخته واللي كانت معاه في نفس التوقيت اللي هم قابلوا فيه البنتين دول، ووضح لهيئة المحكمة إن الموضوع من البداية كان فيه ظلم وتخفيل جامد. المهم إن بعد فترة وتحديدا في سنة 2014 وبعد تحقيقات كتيرة جدا المحكمة حكمت إن جورجستيني بريء وإن هو تم إعدامه ظلم، لكن طبعا للأسف الشديد الحكم ده كان جاء متأخر جدا جدا، وبكده يكون ده أصغر طفل اتحكم عليه بالإعدام ظلم في الولايات المتحدة الأمريكية. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتشترك في القناة عشان هتشوف هنا عالم كبير جدا من القصص الغريبة والمرعبة. وبكده نكون وصلنا للنهاية، أشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.